طيب طمني بقى سريعا اخبار المصابين، الشناوي اخباره ايه سريعا؟ لا الشناوي الحمد لله، لما الحمد لله يعني في حاله كويسه جدا الحمد لله رب العالمين. قد يكون يوم السبت معانا في التدريبات الجماعيه باذن الله تعالى، يعني لو ما كانش السبت تمام. التدريبات الجماعيه يبقى على اقصى تقدير يوم الاثنين ان شاء الله. ايمن اشرف، ايمن اشرف حاسس باجهاد في العضله، في عضله السمانه النهارده، ريح بكره هنشوف وضعه ايه يعني. وان كنا في اتجاه الفكر يعني اي حد هيبقى فيه اي ذره شك من اي اتجاه هيستريح طبعا. يريح. رامي ربيعه، لا رامي ربيعه شويه نامل يا رب ان مباراه العوده يكون موجود وان كانت صعبه يعني، لكن على امل، على امل ضعيف شويه لكن على امل. وسعد سمير لسه شويه، سعد هينزل ان شاء الرحمن معانا بعد 3 اسابيع يبقى مع الفرقه الجماعيه باذن الله. وباجيو نيدفيد، باجيو اخباره ايه؟ بدري لا انتهاءات شويه النهارده برضه ما نزلش، ممكن يبقى برضه مشترك معانا في التدريبات باذن الله. ندفد بقى. ومحمود وحيد، محمود ده نفس، معلش هي المستشفى كده يا كابتن سيد. نفس الكلام محمود وحيد اخباره ايه؟ محمود وحيد نفس الكلام يعني ان شاء الله الرحمن ممكن برضه يبقى معانا باذن الله في يوم السبت او بعد يوم السبت يوم الاثنين كده. ده حتى عربي بدر ما لحقناش نشوفه قام متعور، ايه اخباره؟ لا عربي مش متعور خالص الحمد لله، عربي سليم، بس هو الفكره ان هو الراجل اولا لسه صغير، بهنيه ان هو عمل ماتش كويس برضه، ودي بدايات مهم جدا ان هو يستفاد منها، وهو وشادي رضوان وفخري ومحمد شكري والمجموعه ككل، وعندنا كمان فارس والمغربي وشادي رضوان. شادي رضوان، وعندنا بعد شويه ممكن نطلع احمد حمدي من تحت. الراجل مبسوط منهم يا كابتن سيد؟ موسيماني مبسوط منهم من الصغيرين؟ طبعا اولا هو برضه عنده اتجاه يعني دايما دايما انت بتتكلم دايما في بتدور في حد عنده حاجه يبقى فيها تطوير شويه، وده شيء كويس جدا جدا لو عنده حاجات اصول في الفنيات ولا حاجه مهم جدا ان انت تطورها وتساعده فيها ان شاء الله.